بسم الله الرحمن الرحيم. اتعرض على لجنة الكورة العديد من السيفيهات أو السير الشخصية لعدد كبير جدا من المدربين، يصل إلى 25 مدرب. وطبعا كان النادي محدد بعض الكريتيريا أو الاشتراطات اللي تكون متوفرة لدى المدرب، زي الشخصية، الإنجازات والنجاحات اللي عملها، المستوى الفني، الالتزام والنظام، التعامل مع اللاعبين، في أشياء كثيرة جدا. الطموح، وده نقطة مهمة جدا لأن هنركز عليها شوية، أن المدرب يكون عنده طموح أن هو يحقق مع النادي نجاحات وحريص على هذه العملية. كان في أسماء عالمية لكن كان لها ظروف كثيرة جدا ما توفقش النادي في التعامل معاها، كل واحد له مشاكل شخصية، وفي ناس منهم طبعا زي اللي ما بنقول بتشتري شراء غناوة، يعني اللي عايز يجي في يناير واللي عايز كذا، يعني في لهم مشاكل كثيرة جدا. لكن في النهاية النادي الأهلي توصل إلى الاتفاق مع ريني فايلر، سنه 45 سنة، طبعا له نجاحات في بلجيكا وسويسرا كتيرة، لكن سنه 45 سنة، لديه الطموح في تحقيق الذات والحيوية والديناميكية في العمل. ودي نقطة من النقط المهمة جدا اللي برضو ركزنا فيها، لأن أنا ممكن أجيب مدرب سنه 60 سنة أو 70 سنة ولكن ما عندوش الحيوية ولا عنده الطموح، خلاص حقق طموحاته من زمان وجاي شراء غناوة بقى دي بشتغل أي كلام. عشان كده احنا راعينا مهم جدا الحيوية والشباب وتحقيق إنجازات لهذا المدرب، الشخصية القوية، الالتزام والانضباط مهم جدا، فالتعامل مع اللاعبين، ودي نقطة مهمة جدا انك انت تلاقي مدرب او تحصل على مدرب، مش سهل تلاقيها في السيرة الشخصية قد ما تقعد معاه. السيرة الشخصية بتبين انجازاته بس، لكن ما تبينش شخصيته ازاي مع اللاعبين والتعامل معهم، لكن بالمقابلات الشخصية، ودي تمت بالنسبة لهذا المدرب اللي هو ريني فايلر من خلال بعثة النادي الأهلي بعتها من خلال المهندس خالد مرتجي والأستاذ أمير مدير التعاقدات، وتقابلوا مع عدة شخصيات، ومنهم شخصيات تقابلوا معهم مباشرة وقعدوا معهم وشافوا أسلوب التعامل معهم والانطباع المطلوب والسن بتاعه وحيويته، لأن دي نقطة مهمة جدا بجانب السيرة الشخصية اللي بيشوفها كل واحد من الناس. وده كان تركيز مهم جدا لنا. الناس كتيرة عايزة اسم ضخم، يعني أجيب مدرب عالمي، مدرب عالمي، ممكن مدرب عالمي يعني شبع نتائج، شبع تحقيق كذا، ولذلك منهم من قال لك أنا أجي في يناير، ما أنا مش فاضي دلوقتي، الشغل غناوة يعني. لكن اللي عايز يعمل، اللي عنده الطموح وعنده التشالنج إن هو يعمل شغل ويعمل نتائج وكذا، أعتقد إحنا وجدنا إن هذا المدرب عنده هذه الطموح الشخصية والإمكانيات والنجاحات اللي هو حققها والطريقة اللي يتعامل بها مع اللاعبين بإذن الله تعالى. ما نسترقش الأحداث، في ناس بتسترق الأحداث وتتكلم بقى ده إحنا ده عايزين اسم وعايزين كذا، العملية مش بالأسماء، يعني ممكن الأسماء أحيانا لا تغني، وفي أسماء كتيرة جت لا تغني في عملها ولا تحقق أي إنتاجات. ده بالنسبة للمدير الفني. المدير الفني اللي جاي هو طبعا هيكون فيه معاه مدربين مساعدين، سواء مدرب عام او سواء مع مدرب حراس مرمى، مع كذا، واحد مختص بالاداء، واحد مختص بال النواحي البدنيه، ولا فكل الامور ديت متوفره مع المدرب، واحنا بنحقق له برضه ما يريده من مساعدات هنا من مدربين موجودين في مصر اذا احتاج الامر. ده بالنسبه للمدير الفني. انا احب بس اقول كلمه معديه مهمه جدا بالنسبه للكابتن محمد يوسف.
كابتن محمد يوسف من علامات البارزة في النادي الأهلي في مجال التدريب، وحقق نجاحات كبيرة جدا مع النادي في كل المراحل اللي اشتغل فيها. اشتغل مدير كورة، واشتغل مدرب عام، واشتغل مدير فني، وفاز ببطولة أفريقيا سنة 2013، كلنا عارفين هذا الأمر. وراجل مخلص في عمله بشكل كبير جدا، وأدى خدمات كبيرة جدا للنادي الأهلي، سواء مباشرة وهو بيشتغل أو مساعدة لمن هو موجود في الكرسي القيادة في بالنسبة للفريق الأول. والحقيقة أنا يعني بشكره شكر كبير جدا، نيابة عن لجنة التعاقدات، نيابة عن النادي، نيابة عن الجماهير، إن كان لي الحق إن أنا أقول دوت، على أساس إن هو أثرى النادي الأهلي والأداء الفني والنتائج في الفترات الكبيرة اللي هو اشتغل فيها. ولكن في كل فترة بيكون هناك لها يعني لها يعني متطلبات، وهو موجود مع النادي في كل الأوقات وتحت أمر النادي، ودي روح عظيمة جدا منه أنا بأثني عليه فيها، واللجنة ورئيس النادي ومجلس إدارة النادي. كذلك برضو أنا يعني بشكر بعض الإخوان اللي كانوا موجودين في الجهاز، زي الكابتن طارق سليمان اللي هو كان مدرب حراس المرمى، على المجهودات الكبيرة اللي اشتغلها مع مدرب النادي، مع لعيب النادي إكرامي وشناوي وعلي لطفي، وحتى الحراس الشباب شوبير الصغير او ابنه، هو ابن طارق سليمان، من الكوادر اللي جهزها بشكل كبير جدا. انا بشكرهم على الوقت الكبير والجهودات الجهود الكبيره اللي هم بذلوها في تنشيط وفي تدريب اللاعبين واسكائهم.